وحول هذا الموضوع معنا في استديو مركز الأخبار الأستاذ عبد الله الدرازي، نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. دكتور عبد الله، يعني ما هي المقومات الأساسية التي من خلالها تم الإقرار باعتماد تقرير البحرين في الأمم المتحدة في حقوق الإنسان؟ شكرا. طبعا نبارك اعتماد التقرير لمملكة البحرين، وطبعا جاء هذا نتيجة لوجود مقومات كثيرة أساسية منذ تولي جلالة الملك في الحكومة في البحرين. على سبيل المثال، ذات من الميثاق العمل الوطني كان مهم مقومة أساسية في احترام حقوق الإنسان، والدستور مملكة البحرين في مواده المختلفة أيضا كمقوم أساسي، بالإضافة إلى الإنجازات التي شهدتها البحرين خلال السنوات الأخيرة الماضية، منها تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي تعتبر آلية وطنية مهمة جدا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء وحدة التحقيق الخاصة حسب قانون رقم 8 من 2012. نائب العام أصدر بإصدار تشكيل وحدة التحقيق الخاصة التي هي مهمة ومعتمدة أساسا وفقا للبروتوكول إسطنبول في التحقق في القضايا الاتهامات الجسيمة. أيضا الأمان العام، إنشاء الأمان العام للتظلمات كآلية وطنية مهمة جدا، وأيضا كمقاومة أساسية إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين التي تعتبر جزء وآلية وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، التي هي جزء لا يتجزأ من المواد والآليات التي أتى بها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، بالإضافة إلى الكثير الديمقراطية، البرلمان التي في البحرين، أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حقوق السكن متوفرة جدا وبتسهيل لجميع المواطنين في البحرين، حقوق الصحية أيضا، حقوق الثقافية. يعني ألا ترى أن يعني اعتمادية تقرير البحرين في لجنة مجلس حقوق الإنسان بجنيف ألا يعد ردا كافيا على المشككين في المسيرة التنموية في مجال حقوق الإنسان داخل مملكة البحرين؟ طبعا هو رد كبير، لأنه شهدت معظم الدول في بتقرير مملكة البحرين، والبحرين قبلت 100 ما يقارب من 80% من التوصيات، 139 توصية لتنفيذها، ومعظم هذه التوصيات قد نفذت أيضا. كثير من الدول و 175 توصية هي ليست بالكثير، العدد الكبير، بعض الدول تصل توصياتها إلى 300 و400 توصية وإلى آخره، بس المهم الذي مملكة البحرين وإصرارها على احترام وتعزيز وتقدم حقوق الإنسان بالمملكة لمواطنيها والمقيمين على أرضها، قبلت بهذه التوصيات من أجل أن تعزز وتطور أيضا في مجالات حقوق الإنسان. وطبعا سيكون هناك تعاون بين الحكومة والمنظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للعمل يدا بيد من أجل تنفيذ هذه التوصيات. نعم. التي بعد 4 سنوات سيكون هناك أيضا مراجعة. كنت سوف أسألك عن هذا النجاح في اعتمادية تقرير البحرين، يحمل على عاتق البحرين الكثير للوصول إلى خطوات نجاحية أكثر في مجال حقوق الإنسان، ماذا علينا في الخطوات القادمة أن نعمل؟ طبعا مسألة أساسية، التوصيات المختلفة تتحدث عن مثلا الأسرة، العائلة، تتحدث عن أمور متعلقة بتطبيق حقوق الإنسان، الطفل، المعاق، كل هذه البحرين في تقدم فيها، وبالتالي هذه التحديات البحرين مستعدة لها بشكل كبير بأن تستطيع أن تطبق هذه التوصيات، ولا يأتي الاستعراض الدوري القادم بعد 4 سنوات إلا والبحرين ستطبق، لأن معظم هذه التوصيات أو كثير منها مطبق الآن، ولكن بعضها هذه التي لم تطبق ستطبق أيضا في القادم بالتعاون مع وتآلف مع الجميع. نعم دكتور، هل ستعمل يعني مؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على إثراء بعض الأهداف أو بعض الرسالات الخاصة بها لتفعيل العلاقة ما بين حكومة البحرين ومؤسسات المجتمعية للوصول أيضا إلى ما هو ممكن في مجال تنمية في حقوق الإنسان؟ طبعا المؤسسة الوطنية لها دور كبير
في تعزيز، والمؤسسات الوطنية تعتبر هي الوسيط بين الناس وبين المجتمع المدني وبين الحكومة، فبالتالي دورها تلعب دور كبير من أجل ترسيخ وتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في مجالات كثيرة، منها التدريب، منها التثقيف، منها إصدار التقارير المختلفة، منها أيضا التعاون المحلي والتعاون الإقليمي والتعاون الدولي مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، لأن البحرين الآن قدمت تقرير تعذيب في مايو الماضي وتقدم تقرير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبالتالي دور المؤسسة الوطنية في أيضا إعداد هذه التقارير الموازية عندما يكون هناك وحضور المحافل الدولية لتمثل البحرين على أحسن تمثيل على المستوى الشعبي، التي هي المؤسسة الوطنية هي جزء من 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 من, من الناس وجزء من حماية حقوق الناس. نعم، دكتور عبد الله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في مركز الأخبار. شكرا، سلام.